الحكومة الآن ليست أوراق قضية فحسب، بل هي سفينة الوطن المصري بأكمله، ومن أمامكم في قفص الاتهام هم الذين يحاولون خرقها، فإما أخذنا على أيديهم وإما ندعهم ليخرقوا أنفسهم والوطن كله معهم، وليس في ذلك من النيابة العامة تلونا في مساجدات ورؤى سياسية، قدر ما هو وصف للحاضر بالماضي لتنشلي صورة الدعوة ولتقفوا حضراتكم على من تحاكمون اليوم. حضرات السادة المستشارين الأجلاء، جميعا كنا وكنتم شهودا على ما أعلنته مصر قبل 25 من يناير عام 2011 من تهاوي الدولة المصرية في مجالات عدة، وشعرنا جميعا بأن السوس سينخر في عظام المصرية الغالية فيسلمها من ضعف إلى ضعف، ورأينا مظالم عديدة وغيابا لطموحات أفراد الشعب المصري في الحرية والعدالة الاجتماعية، فهبت سأرة المصريين في طليعتهم من شبابها المثقف لينضم إليه باقي أفراد المجتمع كله ممن عانوا من تلك المظالم، وجرت من وقتها في مر مصر أحداثا كثيرة طفى فيها هؤلاء المتاجرين بالدين على سطح النهر وتصدروا المشهد المصري مستغلين العاطفة الدينية الجياشة لدى شعب المسلم من قبلهم ومن بعدهم، فأولاهم تحت سترة من هذا الخداع أصواتهم، وأعزهم من بعد ذل ليضعهم على مقاعد الحكم على كل أمور، وكم من الآمال والطموحات علقها عليهم ينهضوا به فيعالج مريضهم ويكفو فقيرهم ويدفع مرتب الوطن كله للأمام، غير أنهم خانوا تلك الثقة وسعوا في الأرض فسادا وعمقين الانقسامات بين صفوفه وضاربين عرض القائد لفكرة الدولة المصرية ذات الحدود والتراب الوطني، وانشغلوا بأمور جيرانهم عن أمور شعبهم وحاجاتهم حتى دبت الأزمات في الشارع المصري وعانى منها كل أطياف الشعب على حد سواء. هذا ولم يكن أمام الشعب المصري إلا أن هب هبته وغضب غضبته وفصل إلى المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين باعتباره رمزا لقدامه ليعلموهم وغضبتهم السلمية، وهنا بشرت الجماعة عن أنيابها وسقط القناع السلمي التي لطالما تسطرت خلفه، وكشفت الجماعة عن وجهها ليفاجأ المتظاهرون السلميين بنفر منهم ويخرجون عليهم بما أعدوا سلفا من أسلحة نارية فتاكة